ياسمين والتفاؤل على حضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم صباح الورد. وصباح الورد عليك يا احمد. صباح الورد عليك يا مها، وصباح الورد على كل مشاهدينا. يا رب يوم جديد مليء بالتفاؤل والامل ان شاء الله على كل الناس. صباح الورد على كل مشاهدينا في كل مكان. النهارده يوم مميز في حياه تاريخ مصر والمصريين، لانه زي النهارده من 67 سنه تحديدا كان صباح يوم الاربعاء 23 يونيو من عام 1952 كانت انطلاقه شهر ثوره يوليو المجيده اللي اعادت مصر المسار الصحيح في كل المجالات، واهمها طبعا جيشنا العظيم اللي اصبح من اقوى واعظم جيوش العالم واصبح فخر لكل المصريين والعرب كمان. طبعا احنا عايزين نقول ان ثوره يوليو اللي قام بيها ابناء الوطن المخلصين، وده عشان استعاده السياده والكرامه ولاعاده بناء الجيش المصري والاقتصاد المصري، وكمان لاستعاده العداله الاجتماعيه والتخلص من اثار الاستعمار والحكم الدكتاتوري وخلافات المصالح والاغراض الشخصيه لصالح الوطن الام. ايه رايكم نسترجع مع حضراتكم دلوقتي شعور الثوره وننقل للاجيال الجديده روح الحدث المهم ده على لسان واحد من اهم صناعه؟ يمكن الاسئله الفتره اللي فاتت كانت بتدور في ذهن كثير من الناس، الفتره الاخيره تحديدا الحقيقه ما كانش فيها اجابه بشكل واضح. كان السؤال عن تأثير الثورة بشكل حاسم. سؤال المصريين كانوا بيقولوا إيه؟ أفضل حالا المصريين بعد الثورة ولا كانوا أحسن قبل الثورة؟ إجابات بديهية اتقالت كتير وملموسة، لكن المصريين ما اقتنعوش، وآثار الثورة موجودة لحد دلوقتي على فكرة في ملامح الوطن، لكن إحنا قلنا نعرف أكتر ونعرف تفاصيل أكتر ونفهم أكتر من طبعا ضيفنا اللي هيكون منورنا دلوقتي على الهواء مباشرة، سيادة العميد طبعا أحمد الشربيني عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، الكاتب والمؤرخ طبعا المعروف. صباح الورد يا فندم. طب نعم. لحد ما يرجع لنا دكتور أحمد مرة تانية، يمكن ما كنا بنتكلم تشتيت حصل كده مصطنع أعتقد بالنسبة للمصريين ما بين الثورة كان المصريين أحسن قبل الثورة ولا بعد الثورة. بص، هو في خناقة كده هي دايما كل سنة بتحصل كل سنة على وبدأت تبان على السوشيال ميديا طبعا، يعني يمكن الناس الأول كاتبينها وبين بعض وهم قاعدين قبل اختراع السوشيال ميديا، يقعدوا بقى يقولوا أيام الملك وأيام بعد الثورة إيه الأحسن إيه الأفضل، فالديبيت دي أو الجدلية اللي بتحصل دي طبيعية جدا. لكن احنا برضو عايزين نعرف الحقيقة فين، يعني برضو في الآخر الناس عندها فضول، طب هو فعلا يا جماعة المصلحة العليا كانت فين؟ ما هو أي مرحلة ليها سلبيات وإيجابيات، مفيش حاجة كده كاملة. انت قلت نقطة مهمة جدا، المصلحة العليا بالظبط. عارفة ليه؟ لأن الجدل اللي حصل ما بين ممكن يكون المستفيدين من مصالح معينة قبل الثورة والمستفيدين بعد الثورة، فهنا في مصلحة عليا بقى هي اللي بتحدد مصلحة الوطن. خلينا بقى دلوقتي نروح كمان نشوف بيان الثورة المجيدة ونرجع تاني علشان نكمل كلامنا. خريطة موجهة على لسان الشعب أن يغادر جلالته البلاد قبل الساعة السادسة من مساء اليوم. بني وطني، اجتازت مصر فترة عصيبة في تاريخها الأخير من الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وعلى ذلك فقد قمنا بتطهير أنفسنا، وتولى أمرنا داخل الجيش رجال نثق في قدرتهم وفي خلقهم وفي وطنيتهم، ولا بد أن مصر كلها ستلقى هذا الخبر بالابتهاج والترحيب. شفنا مع بعض وسمعنا بيان ثورة يوليو المجيدة بصوت البطل الشهيد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وده طبعا تاريخ مهم جدا. يمكن الناس هتقعد تقولك انت ليه كل سنة بتتكلم عن الموضوع؟ لازم نتكلم، لان في اجيال بتتولد بتبقى ما عندهاش فكرة ايه اللي حصل، فمهم جدا ان احنا نعرض ده ونحاول بقدر الامكان نعرض الحقيقة كمان علشان الجدل اللي بيحصل تقل المسافة بيننا. خلينا مها نروح اكتر ونستفيد اكتر ونأرخ اكتر الأجيال الجديدة زي ما قالت مها، ومعنا دكتور طبعا أحمد عميد كلية الآداب وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. يا دكتور صباح الورد. صباح الخير يا فندم، أهلا أهلا. يمكن كنا بنقول إن في سؤال بيسأله المصريين منذ عدة سنوات عن حال المصريين قبل وبعد ثورة يوليو 52، نتعرف عن حضرتك أكتر عن الحال ده وحضرتك تشرح لنا أكتر حال المصريين قبل وبعد ثورة يوليو.
نعم، قبل 1952 طبعا الوضع كان في مصر معقد ومؤزم على المستوى السياسي والمستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي. على المستوى السياسي، رغم ثورة 19 وتصريح 28 فبراير ودستور 23، لكن المسألة السياسية المصرية كانت ما زالت تراوح مكانها، والمفاوضات التي دارت في ظل دستور 23 حتى 52 لم تفضي إلى شيء ولم تصل إلى نتيجة، وظلت القضايا المعلقة منذ ثورة 19 وحتى 52 واتفاقية الجلاء 54، ظلت هذه القضايا قضايا معلقة ولم تصل أي من المفاوضات التي دارت بين المصريين والإنجليز في هذه المرحلة إلى نتيجة. على المستوى الاقتصادي، كان المجتمع المصري اقتصاده اقتصاد تابع، واقتصاد بيعتمد على قطاع واحد وهو قطاع الزراعة، وتحديدا محصول القطن. ورغم محاولات بنك مصر لتمصير الاقتصاد المصري وتنويع قطاعات الاقتصاد المصري، لكن هذه المحاولات كانت بطيئة جدا، وده ترتب عليه أنه المجتمع المصري كان بيعيش أزمة اجتماعية، لأن الحلول الاقتصادية لم تساعد في حل المسألة الاجتماعية المصرية، وبالتالي كانت مصر تعيش حالة من الخلل في توزيع الثروة. في عندنا طبقة تمثل 0.5%، هذه الطبقة هي التي تسيطر على كل مصادر الثروة في المجتمع المصري، وعندنا نسبة المعدمين في الريف بتصل إلى 40%، وفي المدن أيضا لم تكن تقل عن هذا، بالإضافة إلى أن ثالوث الفقر والجهل والمرض كان يطحن المجتمع المصري طحنا شديدا. ثورة 52 جاءت في ظروف صعبة جدا، ظروف معقدة، المجتمع الدولي كان بيمر بمرحلة تحول، الحرب العالمية الثانية انتهت، إنجلترا لم تعد إنجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية نجمها بيسطع وبيعلو بشكل كبير جدا، الحرب الباردة انطلقت، المسألة الاجتماعية في مصر كانت بتتعقد، حرب 48 وتأسيس الدولة اليهودية كان قاب قوسين أو أدنى من الظهور أو الحسم، وبالتالي ثورة 52 ظهرت في هذا التوقيت المعقد والصعب. المسألة السياسية معقدة، الوضع الاقتصادي متشابك ومعقد، والمسألة الاجتماعية متأزمة، وبالتالي كان على ثورة 52 أن تطرح حلولا لهذه القضايا المعقدة والشائكة والتي يعاني منها المجتمع المصري منذ مطلع القرن العشرين. نجحت الثورة في الدخول في مفاوضات مع انجلترا تحت ضغط، الضغط الذي كلنا نعرفه من المقاومة والمواجهة مع الاحتلال، وانتهينا إلى اتفاقية الجلاء 54، ثم الرحيل النهائي سنة 56. على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، الثورة بدأت تطرح حلولا للمسألة الاجتماعية وتضع خططا للتنمية الاقتصادية، وهذا أدى إلى حدوث تغير كبير في المجتمع المصري. أعتقد يعني هذا التغير لا يمكن أن يلمسه جيل، لأنه أنت في التحولات الاجتماعية والاقتصادية بتحتاج إلى وقت حتى يدركها أبناء هذا المجتمع، لكن الوضع تغير. الثورة نجحت في أن تواجه إلى حد كبير ثالوث الفقر والجهل والمرض من خلال قانون الإصلاح الزراعي، من خلال التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي حدثت، لكن طبعا مستحيل أنه ثورة بتواجهها هذه المشاكل وهذه التحديات، ومشاكل بقالها عقود طويلة جدا يمكن أن تعالج في غضون عقد أو عقدين من الزمان. دكتور، يعني وإحنا بنتكلم على عنصر مهم جدا من توابع ثورة 23 يوليو اللي هي اتفاقية الجلاء، البعض بيقول أنه اتفاقية الجلاء دي كده كده كانت هتتم ما بين الملك وما بين الاحتلال الإنجليزي، فما كانش في داعي أنه هذا التحرك يتم لأن دي كانت اتفاقية محسومة. ما مدى صحة هذا الكلام؟ هذا الكلام مردود عليه، لأنه كل المفاوضات التي دارت بعد ثورة 19، بداية من مفاوضات سعد ميلنر ومرورا بالمفاوضات التي دارت بين النحاس وصدقي والمسؤولين البريطانيين، كل هذه المفاوضات لم تحسم التحفظات التي أقرها تصريح 28 فبراير، وظلت مسألة الجلاء مسألة معقدة جدا، وانجلترا تحاول أن تلتف عليها، وقضية السودان أيضا كانت من القضايا العالقة. لكن اللي أنا عايز أقوله أنه حتى
معاهدة 36 التي عقدت قبيل الحرب العالمية الثانية. بعد الحرب العالمية الثانية الطرف المصري كان يطالب بإعادة النظر في هذه الاتفاقية وفق ما اتفق عليه عند توقيعها بعد أن انتهت الحرب، ولكن إنجلترا ربطت إلغاء هذه الاتفاقية أو إعادة النظر فيها بدخول مصر في مشروع للدفاع عن الشرق الأوسط وأن تتحول منطقة قناة السويس إلى قاعدة لهذا المشروع. وبالتالي كان هناك الحديث الذي كان يدور عن الجلاء كان مرتبطا بقبول مصر بالانخراط في مشروع للدفاع عن الشرق الأوسط تمثل هي مركز هذا المشروع، وهذا كان مرفوضا من الجانب من النخبة السياسية التي كانت موجودة في هذا التوقيت بدعوى أن التحرر السياسي أولا ثم والاستقلال أولا ثم بعد ذلك يقرر النظام السياسي ما يراه في هذا الأمر، لأنه لا يمكن أن يدخل في مفاوضات من أجل الانخراط في مشروع للدفاع عن الشرق الأوسط وهو غير مستقل سياسيا أو لم يتحرر سياسيا. والدليل على هذا أنه معاهدة 36 تم إلغائها من طرف واحد بعد أن فشلت كل المحاولات التي كان من المنتظر أن تؤدي إلى الجلاء. فهذا الكلام كلام يعني مردود عليه وكلام غير منطقي. حتى اتفاقية الجلاء قبول إنجلترا بها والرضوخ للدخول في المفاوضات لم يأتي إلا تحت الضغط ولم يأتي إلا تحت الكفاح المسلح الذي كلنا نلمسه بداية من أحداث الإسماعيلية ومرورا بما كان يحدث في القاهرة وغيرها من المدن المصرية الأخرى. بالإضافة إلى هذا أن إنجلترا بعد الحرب العالمية الثانية وزنها السياسي والاستعماري بدأ يقل، والدليل على كده أنها اعترفت سنة 47 بالتخلي عن الهند واستقلال الهند وباكستان. وبالتالي بما أن مصر ومنطقة الخليج والمنطقة العربية تمثل الحديقة الخلفية للهند كان من المنتظر يعني أن يكون وضعها في هذه المنطقة يعني بإرادة أبناء هذه المنطقة، وهذا ما تحقق بعد ثورة 1952. كل الشكر للدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الأداب وأستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. شكرا يا دكتور، وضح لينا مفاهيم كثير مغلوطة، وأهم حاجة قالها الدكتور يمكن أنا ركزت فيها اللي دايما دي اللي بتبين الفروق ما بين ثورة والأخرى، وهو الاقتصاد. كان بيتكلم على الاقتصاد قبل الثورة أنه اقتصاد تابع وكان بيتركز في الزراعة، وكلنا طبعا درسنا في كتب والقطن طويل التيلة. اقتصاد تابع يبقى أنت مش تحت سيطرة اي حاجه بتقدر تديرها غير ان في حد بيدير اقتصادك، فاذا انت كل المنافع الاقتصاديه اللي ممكن تستفيد منها الدوله او المصريين كانت تحت توابع كثيره جدا. شكرا للدكتور احمد. كمان وانت بتتكلم يا احمد على موضوع الاقتصاد، يعني دلوقتي مثلا القياده السياسيه ومن قبل كمان بقدر الامكان كان في محاولات دايما لدعم الصناعات الوطنيه. صحيح. اللي كان بيحصل ايام الاحتلال انه كان بتتاخد المواد الخام باسعار بخسه جدا وينتجها في بلده ويجي يبيعها لك باعلى الاسعار، فده كان نهب واضح وصريح وممنهج لثروات الاستهلاك. انت يعني مستهلكه مش بالزبط. طبعا انت اللي بتديري اقتصادك. كلام محترم جدا طبعا بتقولي يا مها، وده يمكن مهم جدا. احنا بس اقتصادنا اللي مش بقى حر، احنا كمان قررنا بقى حر، ودي تفرق كتير جدا، ودي نجاح للثورات الاخيره. طيب احنا بمناسبة ثورة يوليو فإحنا فقرتنا الثانية النهاردة هتكون احتفالية لإحياء ذكرى الثورة مع الغناء ومع كورال الأطفال بقيادة المايسترو أحمد حسام مايسترو فرقة دوري مي. وطبعا يعني مش أول مرة ينورونا في صباح الورد، وحيغنوا أغاني وطنية بمناسبة ذكرى 67 لثورة 23 يوليو. طيب فقرتنا الأولى هتكون معانا إن شاء الله المصور السينمائي الكبير الأستاذ سعيد الشيمي، واللي عمل أهم الأفلام في التسعينات، واللي ألف كتاب من 20 سنة كتاب أفلام عاطف الطيب، وتعمل منه طبعة جديدة، واللي هيكلمنا في فقرته النهاردة إن شاء الله عن التوأمة اللي حصلت ما بينه وبين المخرج الكبير عاطف الطيب. حصل بينهم تعاون كبير في أفلام مهمة جدا، واللي منها طبعا حب فوق هضبة الهرم والبريء والهروب. خلونا قبل ما نبدأ إن شاء الله أخبارنا نروح نشوف مع بعض أبرز منشطات وعناوين الصحف النهاردة ونرجع لكم مرة تانية.
اهلا بحضراتكم من جديد بعد ما شفنا طبعا دلوقتي ابرز منشطات الصحف النهارده. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين، واحنا بنتكلم عن موسم الحج اللي قرب جدا. وزاره التضامن الاجتماعي بدات ان هي تتابع الترتيبات والاجراءات النهائيه عشان بدايه فعاليات الموسم. من المقرر كمان سفر اول افواج حجيج الجمعيات الاهليه يوم الثلاث اللي جاي للمدينه المنوره، واللي هيشمل 700 حاج من الجيزه والدقهليه. رئيس بعثه حج الجمعيات الاهليه بوزاره التضامن الاجتماعي استاذ ايمن عبد الموجود بدا في الاشراف على الترتيبات النهائيه عشان يبدا تفويج حجيج الجمعيات الاهليه، واللي عددهم وصل ل 12,000 حاج، وده طبعا بعد معاينه مواقع تسكين الحجيج في الفنادق والخيام واتوبيسات النقل وغيرها من الترتيبات. ده طبعا يا مها بدا بعد مقدمه للبعثه الرسميه للحج في الجمعيات الاهليه، سافرت اول امبارح للمدينه المنوره لاستلام الفنادق ومراجعه الاستعدادات واتخاذ اللازم نحو استقبال ضيوف الرحمن ان شاء الله وتسهيل الاجراءات، وانه المره الاولى للعام ان شاء الله ده هيرافق الحجاج كلهم وعظات دينيات بالاتفاق مع وزاره الاوقاف لتقديم الوعظ الديني طبعا بالاراضي السعوديه، اضافه الى عقد ندوات دينيه للحجيج خلال تواجدهم في الاراضي المقدسه. عشان نعرف تفاصيل اكتر خلينا نروح ناخد اتصال هاتفي نتعرف منه اكتر على الاستعدادات اخبارها ايه. استاذ ايمن موجود طبعا، هيكون موجود معانا رئيس البعثه هيعرفنا اكتر عن اخر الاستعدادات. يا استاذ ايمن صباح الورد. كل سنه وحضرتك طيب، وان شاء الله بعثه موفقه وحجه مبرور لكل اهالينا اللي هيروحوا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. نطمن كده من حضرتك على اخر الاستعدادات لكل اهالينا اللي هيسافروا باذن الله. ان شاء الله احنا هنبدا النهارده نقل الحجاج اعتبارا من الساعه 10 صباحا. اول رحله هتتوجه الى مطار المدينه المنوره ان شاء الله اللي بيمثله حجاج محافظه الدقهليه. الامور هناك تم مراجعه كافه الاستعدادات لاستقبال الحجاج. ان شاء الله في بعثه تستقبل الحجاج في مطار المدينه، وبخلاف التسكين في بعثه مسؤوله عن تسكين الحجاج. اول ما يوصلوا ان شاء الله باستلام المطار هيتم تسكينهم في المدينه المنوره، ونبدا بعد كده ان شاء الله الاجراءات الخاصه ومتابعه احوال الحجاج خلال فتره اقامتهم في المدينه المنوره. احنا المفروض فترة الإقامة في المدينة المنورة لكافة الحجاج بتبقى 4 ليالي وخمس أيام. تمام. الحج بعدها بينتقل إلى مكة المكرمة، وفي العودة نفس الشيء، الحج بيقعد في المدينة المنورة 4 ليالي وخمس أيام، وبيغادر من مطار المدينة إلى الأراضي المصرية. تمام، يعني هو هيرجع تاني على المدينة. طب الانتقالات الداخلية بقى ما بين المدينة ومكة طبعا مع الأعداد الرهيبة في موسم الحج ده كله مترتب يا أستاذ أيمن؟ بكل تاكيد هو لا، اللي بيروح المدينه الاول بيرجع من مطار جده، واللي بيروح جده بيرجع من مطار المدينه. احنا عندنا 50% من حجاجنا بيروحوا المدينه المنوره الاول، و50% بيروحوا المدينه المنوره بعد انتهاء المشاعر المقدسه. وكل الكلام ده طبعا مترتب في تعاقد مع احدى كبرى شركات النقل في المملكه العربيه السعوديه لنقل حجاجنا من بين المدن وفي المشاعر. وكل الكلام ده مترتب، كل حاجة مع المشرف بتاعه، معروف الباص اللي هيتم نقله. احنا متعاقدين على باصات من موديلات 2016 حتى 2019. هايل هايل. استاذ ايمن، يعني الخبر كمان كان بيقول انه لاول مره هيكون في مرافقات وعظات دينيات، وده بالاتفاق مع وزاره الاوقاف عشان يقدموا وعظ يعني دينيا بالاراضي السعوديه للي بيحجوا. قبل كده كان ايه البديل؟ لا، وكان هي الاول مره معالي وزير الاوقاف السنه دي البعثه الخاصه بالوعاظ الدينيين تم تخصيص 3 سيدات اضافه على العدد الموجود من الرجال. احنا معانا 10 رجال و3 سيدات لتقديم الوعظ الديني للحجاج في الفنادق وفي المشاعر المقدسه. كان السابق كان كل الوعاظ كانوا رجال، ما كانش فيه سيدات، بس احنا كنا بنكتشف ان السيدات محتاجين وعظات، خاصة في بعض الأمور المتعلقة بأمور السيدات، وخاصة في المشاعر المقدسة يبقى لهم دور كبير جدا، لأن المشاعر بتبقى المخيمات السيدات لوحدها والرجال لوحدها، فبالتالي في صعوبة في دخول الوعاظ الدينيين من الرجال لمخيمات السيدات. فقلنا بيبقى في التواصل ما كانش مباشر، فعشان كده أفضل لتقديم الخدمه لكافه الحجاج. صحيح، اجراء مهم جدا كمان لتثقيف يعني الحاجات من السيدات. احنا كل الشكر طبعا دكتور ايمن عبد الموجود رئيس بعثه الحج طبعا من وزاره التضامن، وشغل محترم وشغل متطور من وزاره التضامن لوجود الوعظات اللي بيتكلم كمان حتى على الانتقالات الداخليه. تعاقد مع شركه سعوديه بموديلات حديثه للباصات، مشوار من المدينه لمكه طبعا بيستغرق اكثر من 4 ساعات او 5 ساعات مع وجود زحام كمان ايام فتره الحج. اعتقد هيبقى الموضوع صعب جدا.
جدا، واضح ان في ترتيبات معاها منظمه جدا لكل حجيج ان شاء الله حجه مبرور لكل اهالينا، وانتصار للمراه طبعا. الله يعني ست طبعا يعني مش يعني ما يبقاش يوم عايزين ربنا يعني خلاص يعني اشمعنى يجيبوا واعظين للرجاله والستات؟ لا ما هو لازم برضو من حقهم يفهموا يعني طبعًا. صح. طيب احنا طبعا زي ما تابعنا كلنا سوق العتبه اللي للاسف شهد حريق مروع نهايه الشهر اللي فات. امبارح بقى الحكومه بدات في ان هي تعمل او تعقد اجتماعات موسعه لتطويره واعاده بنائه مره ثانيه، وده بناء على توجيهات مباشره من سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. مجلس الوزراء قال ان فخامه الرئيس وجه بتطوير المنطقه والعمل على اعاده الوجه الحضاري ليها والعمل على عوده الشكل الخارجي التاريخي للسوق زي ما كان، والحفاظ كمان على البوابات التراثيه اللي موجوده بيه، تزويدها بالاحتياطات اللازمه لعدم تكرار مثل هذه الحوادث. اعتقد دي اهم جزئيه طبعًا. انه بقى يعني خلاص واضح انه الحرائق المتعدده دي معناها انه في حاجه مش متامنه كويس او في اجراءات سلامه لازم يتم اتخاذها عشان فعلا ما يتكررش الموضوع، عشان في محال كتير وفي ناس كتير دي لازم تكون هي مؤمنه طبعا من الدفاع المدني ازاي بشكل تاني. ولكن لفت النظر الصراحه في الخبر هو اهتمام سياده الرئيس بالموضوع، يعني رغم المشاغل كتير جدا سياده الرئيس مركز قوي في ان سوق العتبه يرجع لوجهته الحضاريه مره ثانيه، يتعمل على احسن وجه، ويمكن ده شغل المحافظ. وطبعا المحافظ القاهره قال ان السوق ليه قيمه تاريخيه وتراث معماري فريد، هيتم الانتهاء من بناء اللي تم انتهاء من بنائه طبعا سنه 1892 كاول سوق حضاري بالقاهره الخديويه، بتبلغ مساحه كبيره جدا 5200 متر، وبيقع في منطقه طبعا بتربط ما بين شوارع العطار والازهر والمرجان، وتخيلوا 12 ممر داخلي. اكيد طبعا يا مها اعتقد ان ده بنبني شكل للتطور الحضاري مره اخرى، هي مش سوق بس عشان نبيع، ده شكل من اشكال الحضاريه داخل مصر. خساره بصراحه المباني التراثيه دي ما تتعوضش يعني طبعًا. يعني ما ينفعش ان احنا وبعدين القيمه بتاعتها والنحت يعني يعني الجمال والشكل اللي معمول بيه المباني ده لازم نحافظ عليه طبعًا. يعني ده احلى بكتير من البنايات الحديثه، فاصلا كده كده يا ريت حتى في البنايات الحديثه نرجع تاني لموضوع بقى التماثيل والله في بعض الجهود الفرديه اللي بتحصل في بعض المعمار كده، بتحس ان المهندسين رجعوا تاني للاشكال الحضاريه اللي كنا فيها، تحس انه المهندس المعماري عامل العماره بمزاج او عامل مبنى بمزاج يحط لك تمثال هنا، يحط لك مش عارف نافوره فين يعني كده، مش الاشكال التقليديه مبنى وخلاص هو اللي موجود بلوكات. اعتقد بدات تتغير شويه ولكن بجهود فرديه، اعتقد ما تبقى شكل عام. ده حصل يمكن في وسط البلد لما رجعوا تطوروها مره ثانيه، حافظوا على المنظر الحضاري والجمالي ده. وبعدين احنا عندنا فنانين زي الفل مصريين طبعًا. ونحاتين بيتخرجوا كل سنه وبيعملوا مشروعات تخرج فيها يعني التماثيل بتاعتهم في منتهى الجمال، ليه ما نستغلش بقى المواهب دي ونخليهم بقى يعملوا اعمالهم في الميادين وفي الشوارع ويزينوا بيها المباني والعمارات. خلينا بقى ننتقل خبر تاني، ودلوقتي هنروح نشوف مع حضراتكم ايه ابرز اللي هيحصل فيه النهارده في مصر، ونرجع مره تانيه.
لسه مكملين مع حضراتكم من الحفاظ بقى على التاريخ والتراث للتطوير، هنروح لبناء مدن جديدة. يمكن مجلس الوزراء أعلن أنه لأول مرة هيعقد اجتماع الأسبوعي بكرة إن شاء الله الأربعاء داخل مبنى مجلس الوزراء بمدينة العالمين الجديدة بعد الانتهاء منه بشكل كامل. طبعا مبنى مجلس الوزراء الجديد بالعالمين بيتكون من دور أرضي وأربع أدوار عليا، بيضم قاعة الاجتماعات الرئاسية وأجنحة الوزراء والمركز الإعلامي للمجلس. طيب دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال كمان في تصريحات سابقة ليه قبل كده أنه هو عقد اجتماعات الحكومة في مقرها الجديد بالعالمين، ليه؟ علشان في هدف من الموضوع ده ان هو عايز يوجه رساله مهمه جدا وهيلقي الضوء على المدينه دي عشان يحولها من مدينه موسميه لمدينه خدمات متكامله على مدار العام. تعالوا نعرف بقى تفاصيل اكتر عن الاجتماع ده، ومعانا على الهاتف الاستاذ احمد رأفت وهو الصحفي المسؤول عن ملف مجلس الوزراء في موقع فيتو. صباح الورد على حضرتك، اهلا بيك استاذ احمد. صباح النور يا فندم، وصباح المشروعات الجديده والمباني الجديده اللي هي بتزين مصر. طبعا خلينا نوضح اكتر للمشاهدين، يعني احنا بنقول ان العالمين مش تبقى مدينه موسميه والهدف منها ان هي تبقى مدينه خدمات متكامله على مدار العام، ده معناه ايه وده هيتم تنفيذه في خلال قد ايه؟ يا فندم من ساعه ما الناس عرفت انه في مقر جديد هيتم عقد اجتماع للحكومه في مدينه العالمين الجديده، وانا تابعت عن كثب يعني تعليقات الناس على هذا الخبر. الناس بتعتقد انه ليس هناك حاجه لاقامه مبنى جديد لمجلس الوزراء في مدينه العالمين الجديده. كانوا يقولون طب مبنى العاصمه الاداريه الجديده هيبقى لازمته ايه، وانه يكون كل مدينه فيها مقر لمجلس الوزراء. في حقيقه الامر انه اختيار مدينه العالمين الجديده لان تشهد ان يكون فيها مقر لمجلس الوزراء ومن قبله مقر لرئاسه الجمهوريه، ده بيزود القيمه الاستثماريه لمدينه العالمين الجديده، لانه المدينه كما يتخيل البعض انه مدينه موسميه، الناس هتروحها لمده شهرين بس. ففي بعض الناس اللي هي عايزه تسكن في مدينه العالمين الجديده عندها تخوفات من انها لو راحت ما تجدش خدمات، ما تجدش الدعم الامثل من الحكومه ومن الدوله. وده يعني نقلته وسائل الاعلام، نقلته للحكومه، والحكومه كان عندها بعد نظر في هذا الموضوع واقامت المبنى بشكل عالمي جدا. والموضوع ليس علاقه بمجلس الوزراء كمجلس الوزراء هنا بس، لا، المبنى الجديد يتكون من اجنحه لكل وزير. الجناح الواحد به مكتب للوزير ومكتب ملحق للمساعدين والمعاونين وقاعه اجتماعات، وبالتالي فانه يمكن لاي وزير في اي وقت انه يتوجه لمقر مجلس الوزراء في مدينه العالمين الجديده، بغض النظر على انه في اجتماع لمجلس الوزراء او ما فيش، او ان رئيس الوزراء موجود او مش موجود. وده هيعمل عملية طفرة كبيرة جدا، خاصة وانه السينما اللي موجودة في مدينة العالمين الجديدة اشتغلت وبقى فيها افلام دلوقتي. كمان الجامعات اللي مجلس الوزراء وافق للجامعات الخاصة على انها تنشئ مقرات ليها في مدينة العالمين الجديدة. طبعا لما نعمل 10-15 جامعة جديدة في مدينة العالمين الجديدة ده بيزود الناس والطلبة المترددين على المدينة. ايضا المشروعات السكنية لرئيس الوزراء ووزارة الاسكان ستعلن عنها خلال العام المقبل، ايضا ستكون جاهزه للاستلام، وبالتالي الناس هتسكن فيها، وبالتالي هناك خدمات وهناك مشروعات. ايضا فيما يتعلق بالصناعه، لازم عشان توفر مدينه سكنيه في مدينه العالمين الجديده لازم توفر لنا الشغل، هتوفر لنا الشغل يبقى بالتالي انت موفر خدمات وموفر شغل وموفر ترفيه، وبالتالي هتضمن انه مدينه العالمين الجديده تكون على مدار العام مدينه اهله بالسكان وبالحياه. تمام. ومن هنا جاء الهدف لإقامة مقر مجلس الوزراء في هذه المدينة. كل الشكر أستاذ أحمد رأفت مسؤول ملف مجلس الوزراء بموقع فيتو. هو لفت نظرا لنقطة مهمة جدا، هي الصورة الذهنية عند مجتمع جديد بيبنى في العالمين الجديدة، إن هو مش بس هيكون مجتمع استثماري أو مجتمع لشكل من أشكال المصايف الجديدة، ولكن مجتمع كامل هيتم، سيادة الرئيس موجود بنفسه. فده بيدي انطباع كمان لكل السادة الموظفين اللي هيكونوا موجودين هناك في الإدارات المختلفة، سواء في جامعات أو سواء في شهر عقاري أو في مرور، لكل هيتم إن سيادة الرئيس بنفسه هيكون موجود. الحكومة هتدي انطباع إن هي كل يوم أربعة بتجتمع هناك، فأنت لو محتاج أي حاجة من أي وزير هو موجود بنفسه هناك. فده أعتقد أكتر انطباع يا مها كل الناس هناك، ان الحكومه كلها وسياده الرئيس هيكونوا موجودين. طبعا طبعا، فده ده مهم جدا. الحكومه كمان بدات بنفسها. صحيح. فده مهم جدا، والحكومه يعني بصراحه بتشتغل على الارض، يعني مش من المكاتب، كله على الارض وكل المسؤولين بيشتغلوا بنشاط كبير. وانا بلفت نظر الصراحه بقى الالتزام بالمواعيد، هم طبعًا. قالوا في صيف 2019 الحكومه هتعمل اجتماعاتها هناك، وفعلا ان شاء الله بكره هيكون اول اجتماع. نروح بقى الخبر لطيف كده شويه. طبعا كلنا سمعنا الفتره اللي فاتت
عن سم العقارب وانه بيتباع بمبالغ كبيره جدا اغلى من الذهب، لكن الواضح ان مش العقرب بس هو الحيوان اللي افرازاته والمواد اللي بتخرج منه هي اللي غاليه، لا ده الجرام في حيوانات تانية بيزيد جدا. يمكن سمعنا قبل كده في لقطه كده مع الزعيم طبعا عادل امام في فيلم مرجان احمد مرجان ما كان بيقول حلزونه والحلزون خبطتهم عربيه في ميدان التحرير، كلنا اتريقنا على الحلزون. حلزونه يما الحلزونه. طب يا جماعه الحلزون ده العيال الصغيره كانت لما بتشوفه بتموته اصلا في الجناين، فخلينا لما نعرف قيمته دلوقتي انت هتمسك الحلزون ده ايه، تبقى عايز تبوسه كده وتطبطب عليه وما تجيش جنبه، ده طلع حاجه حقيقيه وطلع حاجه مهمه جدا، والخبر ده لو بيثبت فبيثبت. سبحان الله سبحان الله، ربنا ما بيخلقش حاجه عبث طبعاً في هذا الكون، فاي حاجه ربنا خلقها يعني لازم نحترمها ونقدرها، لان بيطلع في الاخر علميا بيثبت ان هي ليها فايده. الحلزون ده حيوان رخوي كده زي ما انتم شايفين، اكيد عرفتوا احنا نقصد ايه وعارفين شكله كويس. ده كان مصدر ازعاج للمزارعين في تايلاند طبعا قبل ما يعرفوا قيمته، وده لسنين طويله جدا. اكتشفوا بعد كده ان هو مصدر مهم جدا للدخل. ليه بقى؟ لان استخدمته مصانع التجميل العالميه، لانه ليه افرازات بقت تعرف باسم حليب الحلزون. بصوا بيستخدم زي الماسك كده على الوش. الابحاث العلميه بقى اثبتت ان الافرازات دي مفيده جدا للعنايه بالجسم وبالبشره، لان هي بتساعد على تاخير علامات الشيخوخه، دي طبعا حاجه احتاجها خصوصا الستات جدا، وبتمنح البشره نضاره واشراق ملفت للنظر. انا بتفرج على الصوره صراحه وسبحان الله، حتى ايه انت ممكن تحسك تخاف حلزونتين. يعني ده المفروض بقى نحط بيمشي على الوش، يفضل يمشي كده. يعني ده الحيوان حي بيتحط على 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 الوش وانتوا هتحطوه الافرازات بتاعته. هو طبعا احنا عشان الموضوع مش مألوف فهو شكله يخوف، بس واضح ان هو مفيد. ماشي نشوف. خبر مهم. انا رايح اعمل ماسك حلزونات وجاي. اهم ما فيه فعلا الخبر ان فعلا كل حاجه سبحان الله ربنا خلقها طبعًا فيها استفاده سبحان الله يعني. صحيح. طيب هنروح بقى بعد الخبر ده وبعد اكتشافنا ان احنا نبدا ان شاء الله اول فقراتنا هتكون موجوده معانا، هنروح لفاصل سريع ونرجع نبدا باقي فقراتنا.